ما قلت لك كل علوش كيفاش؟ أغلى علوش يجيب لك 100,000 وعلوش يجيب لك 50,000 وعلوش يخسرك 100,000 وعلوش يجيب لك 300,000 وهي كيك هكاك الخدمة. كل علوش كيفاش؟ خاطر هو القشار كي يشري يشري بالبرشا ما يشريش بال. قشار ولا فلاح؟ شطر بشطر. صحيح ولا؟ لا مش صحيح. مش صحيح. علاش؟ خاطر العلفة غالية والقرط غالي والعلوش أصل البيضة غالي هو. علاش اللي قاعد يحكي تويك هو يحكي شبيه في رمضان يبدا شاد صف على الزازار ياخذ في العلوش ب 50,000. علاش ما قطعش العلوش في رمضان؟ علاش يشري فيه؟ كان جاي هو قاطع في رمضان راهو رخص العلوش. مش احنا الفلاح نبيعوا في الزازار. والزازار شبيه يشري ذكر شبيه يربح فيه؟ شبيه يربح فيه ذكر؟ يشري ب 800,000 في 10 كيلو شبيه يربح فيه؟ مو صحيح. ما نستغلوش احنا راهو احنا مواطنين كالمواطنين شبيه نستغل؟ فيش نستغل المواطنين. حديث هذا حديث ومش عاجب بالحق مش عاجب مش عاجب خاطر غالي برشا غالي بالحق غالي العلوش. احنا بيدنا رانا كل واحد حليله كل صحيح والله صحيح تونسي كيك. فما اللي ما يحلالش العيد وجاره مش معيد وفما اللي يحلال عادي. لا انا نساعد في العبيد مش نو. والله نساعد في العبيد بقدي زاد انا قايمة حسب مشاري انا نلقى خلاص نبيع شرب كل علوش كيف انا بدي يعني بيت توك لهنا. انا البارح بيت لهنا بيت فايق للصباح بيت معسل عليه شو عمل هنا راقدين هيك هو ربي 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 يجبر له شو شو عمل هذاك هو اللي كتب له انور والله فهم اللي يقولك ما فهميش فهم انت والسوم هاو يربح في برشا فلوس والله 350 في العلوم برا لا مش صحيح مش صحيح بتبيع مش في المنطقة هي تونس كل فيها سرقة لأن المنطقة تحكي عليها تونس كلها فيها سرقة أنا منتشر السرقة تطويلة السرقة في المواشي في تونس بتبيع برشا يزمك تعس يزم تعس عبيد حاط قدس متاع فلوس بابا ما يزمع عليه والله ما رقد على الصباح فما اللي يجي يشري فما اللي يجي يسأل عبيد مزاد تسأل على سويم فما اللي حاسة غالي كل واحد كيفاش وعبيد مع الله أعلم هذاك ما يعرفه كي ربي الله أعلم.